قدرت نورة إنها تضيف للسي في حقها إنجازات تحلم فيها كل عارضة أزياء، وشي هاز بين كاستد لأول مرة بعمر 12 سنة، ولكن والدها رفض إنها تبدأ بهذا المجال بعمر صغير. وبعدين اكتشفها المصمم الإنجليزي جوناثان أندرسون مؤسس جي دبليو أندرسون بعمر 14 لما كان يدور على وجوه جديدة لإحدى حملاته الإعلانية. ومن بعدها انطلقت عشان تعرض لأهم وأكبر المصممين العالميين، فعرضت قطع لبرادا، فيرزاتشي، فالنتينو وديور. وبالرغم من جدولها اللي أصبح جداً مزدحم، ما تخلت عن عملها ورفضت الكثير من العروض عشان ما تأثر سلباً على دراستها، ولكنها أصبحت أفول تايم موديل بيونيو 2017. بما أنها من أصول عربية وبالرغم من لغتها العربية الضعيفة، لكنها تحاول تتكلم عربي وتزور المغرب كل ما تسنح لها الفرصة.